أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فرز أكثر من نسبة 85% من الأصوات على أن يتم اليوم الإعلان عن النتائج الرسمية، في حين سيتم استقبال الطعون في 18 و19 من الشهر الجاري. وأشارت الهيئة إلى استمرار تقدم قيس سعيد ونبيل القروي في المركزين المؤهلين للجولة الثانية. لقد كان ذلك معلوما، لكن لسبب ما لم يكن متوقعا. مفارقة سيخوض في أسبابها عميقا المحللون والخبراء. نتائج الدور الأول من انتخابات الرئاسة في تونس جاءت زلزالا، ذهب بكل الطيف السياسي التقليدي إلى خارج المنافسة. هكذا وصف متابعون نتائج الانتخابات الأولية. هكذا نزلت هنا نتائج الانتخابات الأولية بردا وسلاما. الشعب التونسي كأنه يحقق هذه الساعات أهدافه أو يواصل ثورته في نطاق الشرعية القائمة، وهذا هو الدرس تقريبا الذي يعطيه الشعب التونسي إلى كل العالم. يحترم الشرعية ولكن يواصل ثورته في إطار هذه الشرعية. لم يقبل تمويلا عموميا من الدولة، خاض الانتخابات بأقل الإمكانيات. سلاحه طلبته ولفيف من شباب يفكر خارج صندوق المنظومة السياسية القائمة. في الجانب الآخر مرشح يخوض تحدي السجن وتحدي الانتخابات. هو بنظر هؤلاء نصير للفقراء، بنظر القضاء متهرب من الضرائب، لكنه مع ذلك ثاني المنتصرين في دور الانتخابات الأول. انتوما قلتوا بكل وضوح لا للظلم لا للفقر ولا للتهميش، نعم للدولة العادلة. بأيديكم أنتم خروج زوجي من سجنه، لسان حالها يقول. لا يعلم إن كان زوجها سيواصل السباق إلى قصر قرطاج أم سيغادره بحكم قضائي. أيا يكن الحال، فقد صدقت صناديق الاقتراع التونسيين وردت للسياسيين بضاعتهم التي روجوها سنين عقبة الثورة، ووضعت الاتصال السياسي والدعاية الانتخابية قواعد جديدة. تفرد التونسيون بأن ألهموا شعوب المنطقة الثورة، وتميزوا بأن علموا الطبقة السياسية التونسية قاطبة أن من أوصلهم إلى السلطة قادر كذلك على أن يذهب بهم جميعا ويستبدل قوما غيرهم. يصدقهم الشعب ويصدقونه. خليل سعيد، العربي، تونس. ينضم إلينا من تونس مراسلنا علي القاسمي. علي، ما هي التفاصيل مع قرب إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات الأولية اليوم، وهل رشحت أي معلومات حول المترشحين الذين سينتقلون للجولة الثانية؟ في الحقيقة ما زالت النتائج تدور في الفلك الذي أعلنت عنه الهيئة منذ آخر تحديث لعملية الفرز، وهو في حدود 2 صباحا من صباح اليوم، في تقدم نفس المترشحين قيس سعيد بحدود 18.8% من مجموع الأصوات، يليه في المركز الثاني نبيل القروي بقيمة أو بما نسبته 15.7% من قيمة الأصوات. بعد قليل ربما ستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا عن هذه النتائج في المؤتمر الصحفي الذي يجري الترتيب له الآن. حركة النهضة الإسلامية ومرشحها عبد الفتاح مورو في حملتها وعن طريق حملتها مدير حملتها سمير ديلو أجلت النقطة الإعلامية التي كانت مبرمجة صباح اليوم إلى حين إعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كذلك حملة نبيل القروي تقوم الآن أو بعد قليل أيضا بانتظار نشر النتائج النهائية من الهيئة بعقد مؤتمر صحفي للتعليق حول هذه النتائج. هذا كل ما لدينا حتى الآن. شكرا لك مراسلنا علي القاسم، كنت معنا من تونس.